هاي صبايا، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير. أهلا وسهلا بقناتكم أناقة أنثى. اليوم حابة أجرب أنا وأنتو مستحضر نازل على السوق جديد، بودرة فلوريجان. بس شو هالبودرة؟ مسحوق غير مرئي ثنائي المفعول. شو يعني ثنائي المفعول؟ سريع ومستدام. سريع يعني أنه بيلغي اللمعة الموجودة على الوجه، ومستدام انه يبقى لساعات طويلة محافظ على طبيعته. كتير لفت نظري العنوان، بس حابة جربه معكم وناخد القرار سوا. اهلا وسهلا فيكم بقناتكم اناقة انثى. بدعيكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Let's go. بالبداية نحن قلنا بدنا نحكي عن بودرة فلوريجان. هيدي البودرة الجديدة اللي نازلة على السوق وقال بتمتلك صفات فظيعة. البودرة مانا اقتصادية، وزنها 6 جرامات فقط، مانا اقتصادية، حقها 38 يورو. لفت نظري انه موجود فقط اللون الابيض منها. انا لون بشرتي سمرة، ما بتناسبني، فرق كتير كبير بالبشرة. لون الباودر لون موحد لجميع أنواع البشرات لأنه غير مرئية. طيب أنا وقفت عليها شوي، قلنا رح نجربها ونتأكد منها. هلأ البودرة رح شيلها على جناب وأنا رح طبق الموضوع أنا وأنتو مع بعض. بالبداية رح استخدم أنا إيدي. أكيد بالأول بدنا نستخدم الترطيب، شوية ترطيب. أنا بحب كتير هذا المرطب من فلوريجان، رائع السيروم. كمية كتير صغيرة، لاحظوا رح تنمد على مساحة كبيرة. أنا رح طبق قدامكم وبناخد القرار سوا. ريحة الكريم كتير بحبها. رفعت الإضاءة عشان تبين النتيجة. لاحظوا الترطيب، ما رح يزال واضح، بس في هون مسام يزال واضحة، هون أبدا المسام مانا واضحة. أنا كبرت المساحة لأنه رح أعمل أكثر من تجربة. نقيت 3 أنواع من الفونديشن، فاتح كتير، وسط، غامق. حتى بيقولوا انه البودرة لجميع انواع البشرات. انا جربت الفونديشن الموجود عندي. اكيد كمان من البداية بنحط واقي الشمس نجرب. نحنا حطينا كتير من المواد، كيف رح يكون؟ رح يسحب اللمعة. اذا رح وزع كمان واقي الشمس. كمان انا استخدمتهم فلوريجان، عندي ماركة تانية كتير بحبها، بس قلنا مشان حطيت انا هلا واقي الشمس. هلا واضح في فرق. رح اخذ الكريم الفاتح اللي هو بيمثل البشرة الفاتحة. كترنا كترنا كتير هون، رح اسحبهم شوي. هلا هيدا اللون الفاتح انا جايبته بلون طبيعي. رح نقي انا الماركة اللي بحبها هي دريم من موبيلي. جربت كل الانواع الفرنسية، لقيت هيدي الماركة احسن ماركة. بتناسب بشرتي.
حطيتها ممتازة. هلا حطيت، لاحظوا هون فاتح، هون اغمق بشوي اللي هو لون بشرتي. لاحظوا انه عروقي ما كتير مبينة مثل هون باللون الفاتح. هلا رح نقي اللون الاغمق نحطه هون. هيدا اللون الاغمق. هلا نحنا حطينا ثلاث الوان مختلفين، واضح اللون، ما بعرف اذا كان موجود عندكم واضح. رح استخدم على الجزء النصاني، انا رح حدده، استخدم قلم مغاير. القسم هون رح حط بودرة عادية، والقسم هون رح حط البودرة فلوريشا. هلا عندي هاي جزء وهي جزء. ارفع الإضاءة أكتر. هلا هيك حتى تكون ايدي واضحه. بالبدايه رح احط انا بودره الاولى، هي بودره سولاف من سوريا جايبتها معي، بحب تغطيتها كانت. ورح استخدم فرشاه عاديه، رح استخدم منطقه هون. مع بودرة سولاف. البودرة الثانية رح استخدمها فرنسية، استخدمها هون. هلا نوعين بودرة استخدمت على ذات الفونديشن اللون. لاحظوا السولاف كيف واضحة هون، في لمعة بسيطة. رح استخدم لون تاني من الماركة، رح استخدمه هون. لاحظوا كيف ظهرت التلون. رح استخدم بودر نازلة جديدة على السوق الفرنسية، ملونة من كل الألوان، استخدمها هون. هلا ظهرت هيك، لاحظوا هون رح استخدم على الفونديشن ثلاثة، رح استخدم بودرة فلوريجا. بما انه ثلاثة استخدم لاحظوا هاي اول واحدة، الميك اب الثاني، ميك اب ثالث. رح فرجيكم اياها عن قرب. هون حطيت البودرة عادي، هون حطيت بودرة فلوريجا. لاحظوا اللمعة من الجهة الثانية هون، ما في لمعة. هلا بعد هالتجربة
انا رح اشوف بالعين المجردة. بالعين المجردة على الميك اب الفاتح كتير عاطي جمالية، اذا قارنتها مع البودرة هون هيدا تقريبا قريبة منها. لما حطيت الميك اب هلأ ما بعرف هون على هالبودرة هون لانه لون الميك اب مختلف، على الميك اب الوسط البيج عطي انسيابية جميلة، وعلى الغامق انسيابية جميلة، واللمعة ابدا ما واضحة. اذا هنن قالوا انه مفعول ثنائي تقوم بتغطية اللون وتوحيد لون البشرة وازالة اللمعان بسرعة، غنية بحمض الهيدرولونيك او اللي بيعطي هيدا انه اشراق للبشرة. ما بعرف انا جربت قدامكم، واكيد بدي احتاج شوفها بعد ساعات كيف ممكن تعطي على البشرة. بتمنى اصدقائي يكون هالفيديو عجبكم وتكون المعلومة واضحة، حتى الواحد يكون عنده فكرة عن المكياج اللي عم يستخدمه، فعال ولا غير فعال. ومن ناحية تانية كتير كانت حقها 38 يورو 6 جرام، كتير غالية على كمية كتير قليلة. نلتقى ومنشوف مع بعض، وبعد التجربة اللي جربها يخبرنا، وهي أنا جربتها قدامكم. بتمنى تكون المعلومة عجبتكم، بدعيكم اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وأنا عم حط هالفيديو هذا من قائمة شوبينج حتى نميز نحن بين المنتجات اللي نحن عم نشوفها والدعايات اللي عم تغرق السوق، انه هالدعايات مزبوطة ولا ما مزبوطة، المنتج كويس ولا ما كويس. انا حبيت اجرب معكم وقلكم القرار. نلتقى فيديوهات تانية ضمن قائمة شوبينج.